بالنسبة للنمل الأبيض، إحنا شغلنا في المديرية هنا بالنسبة له شغل روتيني، لأن النمل الأبيض ليس ظاهرة في أسيوط، إنما هو بس متركز في 3 مراكز: ساحل سليم والبداري والغنايم. وإحنا عندنا شغل روتيني طبيعي، وأيضا بنعمل استجابات لشكاوى المواطنين في تمام. الـ3 مراكز دولت. وإحنا من أول السنة لغاية النهاردة عالجنا 66 منزل، استخدمنا حدود 380 لتر مبيد البريبان اللي هو بيعالج النمل الأبيض، والحمد لله الأمر مسيطر عليه وليس ظاهرة في أسيوط. ده أمر طبيعي بالنسبة لأماكن تواجدها للتخوم اللي على جنب الجبال.